ولمزيد من التفاصيل حول أداء الأسواق العالمية معي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك أستاذ رائد. بداية أسعار الذهب اليوم تشهد تذبذب بعد تراجعها يوم أمس، هل نحن أمام موجة جديدة من الهبوط؟ طبعا الذهب ميال أكثر للتداول بنطاق عرضي أكثر من أنه موجة اتجاه هابط. بلا شك هو هبط من أعلى مستوياته، ولكن المغريات لهذا الهبوط كانت بعمليات جني الأرباح أساسا، ووجود الفرصة البديلة بالنسبة للمستثمرين الذين كانوا لجأوا إلى الذهب كملاذ آمن في ظل يعني ضغط أزمة كورونا على الاقتصادات العالمية وفشل يعني سندات والاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة بتعويض المستثمرين، فاتجهوا نحو خزانات القيمة كالذهب على سبيل المثال. ولكن مع وجود بعض الآمال الإيجابية سواء كان فيما يتعلق ببادرة يعني تجاوب ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتصال الهاتفي الذي وصف بأنه إيجابي نوعا ما بين البلدين، إضافة إلى الانخفاض نوعا ما في عدد الحالات في الولايات المتحدة الأمريكية، الآمال بوجود اللقاح وتعزيز هذه الآمال عززت الرغبة بالمخاطرة لدى المستثمرين، اتجهوا إلى أسواق العائد المرتفع كالأسهم، وسبب ذلك طفرة في ارتفاعات أسواق الأسهم وتخارجات مؤقتة في أسعار الذهب. ولكن أسعار الذهب مقوماتها الأساسية للارتفاع لا تزال موجودة، لدينا برامج تحفيزية من كل البنوك المركزية حول العالم ضخمة وبشكل كبير، لدينا أيضا عوائد السندات العالمية أو الدول العظمى لا تزال إما في منطقة سلبية أو في منطقة منخفضة جدا وأدنى من مستويات التضخم. بالتالي بالنسبة للمستثمر إنما هي مرحلة مؤقتة على أسعار الذهب في الوقت الحالي، ومن ثم عودة للاتجاهات العامة، لأنه ما عندي نزيف كبير في الماركت كاب المرتبط بالذهب، أي لا يوجد فقدان بالسيولة يخرج من الذهب بشكل كبير، ولا يزال الذهب محافظ فوق مستويات 1900 دولار للأونصة، وحتى وإن هبط ممكن أن يوصل 1840 دولار للأونصة، ومن هناك يبدأ ببناء مراكز جديدة المستثمرين بالاتجاه الصاعد واستهدافات قد تطال أعلى من القمة التاريخية عند 2074 دولار للأونصة. طيب بالنسبة لأسعار الذهب منذ بداية الشهر وهي تتداول ضمن نطاقات محدودة لا تتعدى 3 دولارات، باعتقادك لماذا هذا الاستقرار على أسعار الذهب؟ هو إشارة ضمنية على أن الذهب لم ينهار، إنما على الرغم من كل الضغوط والإيجابيات والتحسن في بيانات بعض الدول العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، عندي توسع في قطاع في الصناعات التحويلية وما إلى ذلك وبعض الآمال الإيجابية، مع ذلك الذهب لا ينهار بشكل كبير. يعني نحن من امبارح لليوم كان عندي انخفاض إلى أدنى مستويات عند 21 1921، والآن هو عند قرابة 1928 في هذه اللحظة. صحيح. بالتالي هو لا يزال متماسك قرب أعلى مستوياته، وعودنا الذهب على قفزات كبيرة لأنه السيولة النقدية الضخمة التي دخلت في أسواق الذهب كانت كبيرة جدا، بنتيجة أنه أنا في عندي الاستثمارات الخالية من المخاطر التي نذكرها، إما هي بوضع الأموال بالبنوك وبالتالي الفائدة صفرية أو في المنطقة السلبية، السندات الحكومية عوائد سنة عوائد عامين أو استحقاق عام أو استحقاق عامين هي عند 0.11 و0.15 بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي هذا أقل من التضخم اللي هو عند 1%. نظرة سريعة، المستثمر يجد نفسه مجبر على الاتجاه نحو الأصول الخازنة للقيمة مثل الذهب والتي تتفاعل مع التضخم بشكل أفضل، أو أن يتجه إلى أسواق الأسهم ويكون انتقائي في أسواق الأسهم، وذلك باستثمار الطفرة التي حدثت في قطاع التكنولوجيا والارتفاعات الحادة اللي شهدناها على تسلا وأمازون وغيرها من الأسهم، بنتيجة لا يوجد بديل آخر بالنسبة للمستثمرين. طيب بالنسبة للدولار الأمريكي أيضا خفض خلال الفترة الماضية، ونحن الآن في انتظار تصريحات لرؤساء البنوك المركزية، هل تعتقد بأنه سوف سياسات الفيدرالية النقدية ستبقي على ضعف الدولار باختصار؟ حقيقة جاكسون هول الذي ننتظره بنهاية تعاملات هذا الأسبوع مهم جدا للتعرف إذا ما كان هناك نوايا لدى الفيدرال الأمريكي بالاتجاه نحو التغيير في السياسة النقدية أم الإبقاء على التوسع في التحفيز النقدي لأعلى مستوى ممكن. برنامج التحفيز يفوق 4 تريليون دولار أمريكي من الفيدرال الأمريكي، وبعض البرامج ذات سقف مفتوح، وهذا ما يسبب انخفاض الدولار الأمريكي. نعم، إذا رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. شكرا لمعلوماتك.